نروح لاخبار انديتنا الموجوده. الانتاج الحربي، نادي الانتاج الحربي اللي هيلاعب النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي ضمن مواجهات الاسبوع ال 19 من مسابقه الدوري الممتاز. قرر الكابتن مختار طبعا المدير الفني للانتاج الحربي تدريب الفريق على فتره واحده حتى مواجهه النادي الاهلي. حصل اللعيبه طبعا على كانوا بيتمرنوا على فترتين طول الفتره اللي فاتت طبعا لزياده اللياقه البدنيه والجاهزيه الفنيه، وقاموا يعني لعبوا مباراتين وديتين وكان ما بينهم راحه من بعض التدريبات. طبعا انضم لزملائهم في التدريبات ديتا من النهارده في عناصر كانت كمان غايبه نتيجه الاصابه، انضموا النهارده كمان لتدريبات الانتاج الحربي، وكانت التدريبات بشكل يومي ان شاء الله هيبقى كل يوم تقريبا بعد الظهر هيتمرن الانتاج الحربي عشان يواجه النادي الاهلي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في الاسبوع ال 19 بالدوري. هو كان طالع الجيش لعب مع الانتاج الحربي والنتيجه دي كانت 1-1، كانت يوم السبت اللي فات مباراه وديه. مباراه وديه كانت يوم السبت على استاد جهاز الرياضه، احنا كنا بنتابعها هنا مع حضراتكم. كمان في كانت وديه مع نادي مصر اللي انتهت بالتعادل السلبي، دي برده كانت يوم الجمعه. برده كل ده استعدادات الفريق لافتتاح ان شاء الله مشوارهم في مسابقه الدوري. نروح لاسماعيليه، واسماعيليه الحقيقه هنلاقي المسؤولين في النادي هناك يمكن بيستنجدوا باللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره حاليا علشان يلاقوا حل لازمه الثلاثي الاجنبي التونسي فخر الدين بن يوسف، العراقي محمد او همام طارق، والاوغندي باتريك كادو. لعيبه الفريق لسه ما تحدد لهمش ميعاد ان هم يجوا مصر لحد دلوقتي، بالرغم من ان خلاص مباراه رسميه هيلعبها الدراويش الاسماعيليه في الدوري، خلاص بعد استئناف البطوله هتكون مع المصري يوم الجمعه اللي جاي، فخلاص ما فيش وقت. الموضوع طبعا بالنسبه ولازم لهم ينظر الموضوع ان شاء الله يوصلوا بالسلامه، لكن على المستوى الفني بيكون الامور صعبه شويه. النادي الاسماعيلي معتمد على ثلاث لعيبه كلهم على مستوى عالي جدا، اللعيبه الاجانب ما وصلوش، وبالتالي بيكون في ازمه في ازمه فنيه. يعني النهارده بيشتكوا من غياب ثلاث عناصر ما وصلوش. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاسماعيلي يكون في احسن حالاته. النادي الاسماعيلي كمان استأنف تدريباته النهارده بقياده طبعا مدربه الفرنسي ديدي جوميز باستاد الاسماعيليه بعد الراحه اللي حصل عليها الفريق امبارح بعد الفوز على نادي مصر بهدفين، ده مباراه وديه، ده منح اللعيبه بعض الفرصه لتقانه الانفاس. يعني دايما 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 يبقى في بريك شويه، او التدريبات اليوميه الشاقه على فترتين دي بتبقى فيها عمليه اجهاز فاجهاد، فبيكون في فاصل شويه من الراحه بيستفيد بها اللاعب. ودايما كانوا بيقولوا لنا اليوم الراحه دوت يعتبر يوم تدريب، يعني كمان لان الريكفري مهم جدا عشان ترجع كمان لمستواك وكمان بعد شويه عن الاصابه، وخاصه ان في فتره توقف كانت طويله، فعمليه البرنامج التدريبي بتاخد شكلها العلمي، ان فترات تدريبية صباحية ومسائية، وفي فترات بتبقى قوية جدا، ولكن كمان في ريكفري مهم جدا جدا لجميع الفرق. يعني جميع الفرق لازم تمر بهذه المرحلة. تمام. طيب كابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولين العرب النهاردة استعان بفيديو المباريات الودية اللي لعبها مع أو فريق سموحة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري. سموحة كان خسر من الأهلي والزمالك ودية وفاز على الاتحاد السكندري، النهاردة بيسعى الجهاز الفني للمقاولين أنه يقف على أهم نقاط القوة والضعف في فريقه في أو الفريق السكندري أقصد قبل مباراة يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله في الأسبوع ال 19 من عمر مسابقة الدوري. لعيبة المقاولين والجهاز الفني ليها هيخضعوا لعمل مسحة طبية جديدة للكشف عن كورونا بكرة، أيضا استعدادا لخوض أول مباراة رسمية في الدوري ليهم. طبعا كلنا سام متابعين حالة طبعا الإجراءات الاحترازية وحالات حتى الإيجابية اللي بتظهر في بعض الفرق المصرية طبعاً. وصلت
في احد الفرق المصريه طبعا النادي المصري، وصل عدد الحالات 16 حاله كورونا، وده كان سبب في تاجيل مباراته اللي كانت ستقام النهارده، لكن اتاجلت طبعا. 16 حاله كورونا ايجابيه، ده عدد كبير جدا جدا جدا. فطبعا المسؤولين في اتحاد الكوره شددوا على ادارات الانديه بشكل مباشر وعلى اجهزتها الطبيه مراعاه تطبيق الاجراءات الاحترازيه بحذافيرها، لان مش هيؤجل اي مباراه لاي نادي يعني الحالات فيها اقل من 10 مش هاجل. بالظبط، لو اكتر من 10 هتبقى فيها طبعا مشكله. ان يعني يبدا تاني موضوع الاستشفاء ويبدا تاني يخش في المباريات. فاتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه قررت ان لن يتم تاجيل اي مباراه لاحد الفرق في الدوري لو عدد اللعيبه المصابه او المسحه الايجابيه بتكون ل 10 لاعبين. طبعا ما اعرفش، يعني ممكن نقول انه في تهاون شويه، استهتار شويه، لما قلنا انه الحالات بتقل يعني الناس بدات، يعني بعض الناس يعني ما تهتمش. لا، لازم نرجع نخاف تاني على نفسنا، لازم نرجع نخاف على اسرنا واطفالنا واصحابنا، لازم نتخذ جميع الاجراءات الاحترازيه اللي اكدت عليها وزاره الصحه، وزاره الشباب والرياضه، وايضا اتحاد الكوره. على فكره احنا عندنا برضو في حالتين في ريال مدريد، عندنا خبر عن الموضوع ده. اتلتيكو مدريد اعتقد اتلتيكو مدريد حصل حالتين ايجابيتين في اتلتيكو يعني مدريد في حالتين ايجابيتين ظهرت، ودي ان شاء الله في الاخبار العالميه هنتطرق ليها يعني. بس يعني فعلا في شويه مش استهتار، يعني هو تهاون بالموضوع، يعني انت لقيت الحالات عماله بتقل، حالات الكورونا، فقال لك خلاص بقى ده لا. هي المشكله كمان يا سهام ان الاجراءات الاحترازيه بتمشي على اعلى مستوى من خلال مباريات الدوري، من خلال قبل الدوري اللجنه الخماسيه. ده مفيش فيه شك يا كابتن هاني. لا كمان اللجنه الخماسيه، ما هي المشكله ان اللجنه الخماسيه هو عندهم لجنه طبيه يعني بتقوم على اعلى مستوى وبيعملوا مسحه بيعملوا مسحه لكل اللعيبه، لكن كمان الانديه ومسؤولينها لازم يعملوا كنترول كويس قوي كمان على اللعيبه، ولازم يعملوا اجراءات احترازيه، واللعيبه كمان لازم تاخد بالها من نفسها جدا، لان النهارده النادي المصري 16 حاله، طبعا ده عدد كبير جدا كبير. فمش عايزين كمان جدول الدوري يتعطل، احنا ما صدقنا الدوري رجع، وما صدقنا كمان ان الكوره بدات والحياه ترجع، مش طبيعي بس الدوري كمان يعني، لما كمان المؤجلات بتزيد هنضطر كمان ناخد من استعداد للموسم اللي جاي، وبالتالي عايزين جدول ثابت ان شاء الله باذن الله، ويا رب ان شاء الله كل الحالات يعني الموضوع يبقى سهل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ان شاء الله نروح للمنتخب الوطني الاول لكره القدم علشان نشوف ايه اللي حصل النهارده في اجتماع البدري مع اعضاء جهازه الفني، محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى، احمد ايوب، سيد معوض، ايمن طاهر بمقر اتحاد الكوره. البدري اكد بعد الاجتماع انه المباريات وعودتها واستئناف الدوري هو امر ايجابي، واحنا كلنا كنا بنقول الكلام ده ومهم جدا بالنسبه للمنتخب. ليه مهم؟ لانه يمكن زي ما قلنا انه اللياقه البدنيه وانه اللعيبه النهارده في مرحله التسخين، يمكن خلينا نقول الدوري او الموسم استكماله يعني في مرحله التسخين، عشان احنا عندنا بطوله مهمه جدا الفتره اللي جايه. الجهاز المعاون للبدري كان سعيد جدا باتخاذ هذه الخطوه، والبدري تحديدا قال انه ناقش مع الجهاز الفني كل ترتيبات المرحله اللي جايه، والخاصه بمتابعه بعض اللعيبه ومراجعه حالات الاصابات وعوده المصابين من اخر معسكر للمنتخب. طبعا كابتن حسام البدري بيتابع كل التطورات، بيتابع الدوري زي ما قلنا، هو كان يعني من اسعد الناس طبعا لرجوع الدوري المصري. زي ما قلنا المباريات الرسميه والمباريات الدوري هي احسن اعداد اولا لفرق الفرق المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، وكمان على المستوى الدولي. بالرغم ان يمكن بعض المباريات الافريقيه اتاجلت، لكن كابتن حسام دايما اي مدرب في مكانه يتمنى ان اللعيبه تلعب مباريات رسميه كتير كمان علشان يقف على بعض الاسماء. يعني كابتن حسام البدري وجهازه كمان وزع بعض المهام لحضور المباريات بشكل مباشر داخل الملعب، وده شيء ايجابي جدا. وزع المهام ده على طبعا المدربين المساعدين ومحمد بركات وكل المنظومه
الفنية علشان تتابع الدوري ويبدأ يجمع اللعيبة المميزة، يبدأ يجمع المستوى الفني لكل لعيب، المستوى البدني لكل لعيب، ده مهم جدا في الفترة اللي جاية. وكمان علشان تحديد الفيفا والكاف لمباريات تصفيات كاس أفريقيا وكاس العالم، يعني كابتن حسام قال انه تم كمان التوزيع حضور المباريات دوت بشكل مباشر على أساس أن كل الجهاز الفني أي مباراة إن شاء الله ستقام في الدوري هيكون كابتن حسام البدري عينه على اللعيبة وبتابع بشكل مباشر جدا جدا خلال الفترة اللي جاية. كل الأمور الخاصة بيهم. محمد أبو العيلة كمان يمكن الدكتور أو دكتور المنتخب كان في خلال اجتماعه النهاردة على هامش يعني الاجتماع كان بيأكد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا تحديدا. حسام البدري كمان مدرب المنتخب كان بيقول أنه توقف الدوري أثر على مستوى اللعيبة وده ظهر مع عودة المباريات، وده يمكن أمر طبيعي ومنطقي كلنا عارفينه بعد فترة توقف طويلة استمرت يمكن أكتر من 150 يوم. فإن النهاردة كفاءة مدربي الدوري ترجع تاني ده مهم، تعاملهم بشكل جيد وسليم برضو لتفادي بعض الظروف الإجبارية اللي ممكن تؤثر طبعا على اللعيبة سلبا لا قدر الله، طبعا احنا مش بنتمنى ده، نتيجة حماسهم الزايد كمان في المباريات دي مهمة. البدري قال ان في مراقبة لكل لعيبة الدوري وانه الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللعيبة المرشحة للتواجد إن شاء الله في المنتخب وبيتابعهم، وإنه في خطة فعلا خطة عمل ما بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب أولا وأخيرا. وناقش كمان أمور كتير يعني جدا مع محمد بركات، لا هو كمان على المستوى الإداري كمان مهم جدا أنه ناقش بعض الترتيبات الإدارية مع محمد بركات طبعا مدير المنتخب، والتواصل مع الكاف، موقف كمان لاعبتنا المحترفين الموجودين في الخارج، التنسيق معاهم المرحله اللي جايه هتبقى ازاي. احنا عارفين طبعا اللعيبه الدوليه كمان بعض الدوريات خلاص اوريدي الاسبوع اللي جاي هتبدا فتره اعداد للموسم الجديد، فده طبعا تنسيق مهم جدا جدا على المستوى الداخلي او اللعيبه المحترفه داخليا او على مستوى طبعا اللعيبه المحترفه في الخارج. وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري ومنتخبنا القومي ان شاء الله.